هنخرجهم ازاي دول؟ ده مش هيطلعوا ولا بالطبل البلدي. تاكلي يا عمتي؟ انتوا مش هتناموا؟ لا ننام دلوقتي ايه؟ احنا هنصبر نفسنا بلقمه دلوقتي عبال ما يجي احمد ونتعشى سوا. هاتي صبرينا وصبرينا. يلا بسرعه قبل ما تطفح. لسه هتتعشوا؟ البت ايتن دي غل الدنيا فيها، زي ما تكون مش عايزه تشوف حد فينا خالص، طالعه لامها اكيد. وانتي هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هاخد شغلي وخلاص. بعدين مروان ده يبقى ابن صاحب الشركه. اي نعم ايتن بتديرها، بس اكيد مش هتمشي كلامها عليه. طيب وميرا ايه اخبارها؟ ميرا واقعه على الواد، تقول له انا عايزه كذا يقول لها حاضر. ميرا دي بنت كويسه وتستاهل كل خير. بقول لكم ايه؟ احنا كل واحده فينا تقبض مرتبها ونروح ندور لنا على شقه. لا لا خلينا قاعدين على قلب سيده شويه. خد انا نسيت، دي مامه سعيد كلمتني عشان لمار، وبعد اللي حصل نسيت ان انا اعتذر لها. طب خلاص كلميها دلوقتي. اه فكره. ألو أستاذ علاء؟ هو ده مش تليفون المدام؟ لا لا أنا أسفة. لا بصراحة هو أنا كنت عايز أعتذر لها عشان ما قدرتش أجي النهاردة. خلاص ماشي، متشكرة قوي، مع السلامة. ده شكلهم متخانقين، بيقولي إنها سابت التليفون في البيت وخرجت. وأنتي مالك؟ زعلانة كده ليه؟ بس الأستاذ علاء شخص كويس جدا، وقف جنبي وبيهمني إنه يكون مبسوط. وبصراحة الست مراته كويسة جدا كمان، ولمار وقفت جنبي. إيه؟ هي دي ساكتة ليه؟ إيه؟ فصلتي ولا إيه؟ تخيل إن مجدي عنده فشل كلوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كانش عايز يقول لي. كان دايما بيقعد يقولي ان انا لازم احارب المرض ولازم ابقى اقوى من كده ولازم اشتغل، وهو حياته وصحته متدمره. هي الناس كويسه كده، الناس اللي بتحس بالناس كده تلاقيها دايما شايله اكتر بكتير من اي حد وما بتتكلمش، زي بابا كده الله يرحمه. انتوا عارفين انا بقالي كتير قوي ما سمعتش كلمه حلوه من ساعه بابا ما مات. كان دايما بيقولي اني قمر وست البنات، كنت اسيبه واروح اقف قدام المرايه وأقول فين القمر دي؟ أنا مش حلوة زي نجلاء، ولا رقيقة زي سمر، ولا لونة وجذابة زي مروة، ولا فيا أنوثة زي كاميليا. أنا بقى لما كنت في إعدادي كتبت قصيدة شعر، قلت أوريها للأستاذ بتاعي، قال لي ما تحاوليش تاني. زعلت قوي. عارفين لما بابا قراها حصل إيه؟ عيط. يا حبيبي. والله ساعتها قال لي انه في ناس بتفهم شعر وفي ناس بتحس بالشعر، والمدرس بتاعك ده عديم الاحساس. انبسني ومسك ايديا وبص على صوابعي وقال لي في يوم من الايام هيبقى ليا ديوان شعر كبير قوي، وان كل الناس هتتكلم عني. ساعتها اتمنى اكون عايش عشان أقول لكل الناس إن أنا بنته. لما الدنيا كانت بتضيق بيا كان بياخدني في حضنه. عارفين لما قلت له إني عاوز أشتغل قال لي إيه؟ قال لي إني مش ممانع إنك تشتغلي، بس أوعي شغلك ده عشان فاكرة إني مش هقدر على مصاريفك. وضحك وكأنه بيخبي دموعه، وقال لي أوعي تكوني محتاجة أي حاجة في أي وقت وما تقوليش، وانا عارفه ومتاكده انه مش معايا. كان بيحبنا قوي. يوم فرح كاميليا جه قعد جنبي وقال لي ان احنا بالنسبه له بالدنيا دي كلها، وانا مش عايزه احس ان هو ممكن يخسر الدنيا دي. كان خايف ان احنا ممكن نبعد عنه او نحس ان هو مش قادر يحقق لنا كل حاجه احنا عايزينها. مره قعدت في البيت وقلت له انا مش نازله بره البيت، مش رايحه الجامعه حتى. قال لي ازاي؟ انت ما فيكيش اي حاجه لازم تنزلي. قلت له انا بخاف من الناس، مش عايزه انزل.
قال لي لا لازم تنزلي عشان ربنا معاكي، ربنا معاكي، عمره ما حد هيقدر يعمل لك اي حاجه عشان بتحيي. ادعوا له ربنا يرحم. ايه يا ابني؟ عايز مني ايه؟ ارحم امي بقى. هو انا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ بعدين ده انا جاي اعرض عليك الميزانيه. ميزانيه؟ اتفنط؟ عرفت اللي اتقال؟ ارتحت من جواك؟ وانت على طول فاهمني غلط كده لؤي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ انا عايز اقول لك على حاجه. انا اللي عايز اقول لك على حاجه، على فكره وجيه مش سهل ومرقد لك، وخلي بالك بقى خفيف عشان ما تروحش في الرجلين. سلام يا لؤلؤ يا جميل، خد. صدخ قوي الواد ده. مروح بقى. Thank you.
تل سي عم تل. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مش سامعه لك حس بقالي يومين قلت اجي اسال عنك يا ستي. كتر خيرك والله. امسك من ايدي خد. ايه ده بس؟ عامله لك رز بلبن بايديا والله. طب ليه التعب ده بس يعني؟ لا تعب ولا حاجه، تعبك راحه. لو عوزت اي حاجه، اي حاجه تعوزها قول لي على طول يا اخويا. بقول لك ايه، لو عندك هدوم عايزه تتغسل اديها لي انا اغسلها لك. متشكر يا زوري، كتر خيرك. ولو في لو في كمان غيارات يعني داخليه ممكن اغسلها لك برضه. ايه ان شاء الله. متشكر متشكر. بقول لك انا سهرانه، لو عوزت اي حاجه قول لي. حاضر كتر خيرك. متشكر. سلام يا سي عم. تصبح على خير. انت من اهل. تصبح على خير. روح اتخمدي. يا نهار اسود يا سيده، انت طالعه للراجل في عز الليل واخده له كمان رز بلبن؟ انت ايه اللي صحاك دلوقتي في نص الليل؟ ايه اللي جابك ورايا؟ القدر، القدر عشان الحق المحظور قبل ما يقع. محظور؟ محظور ايه يا بنت؟ ايه اللي محظور؟ تعالى يا احمد تعالى شوف البت بتعمل ايه. بنت ايه؟ مين اللي بنت يا بنت؟ انت عايزه تفضحينا؟ عايزه تجرسينا؟ الحمد لله انا شفت كل حاجه بعيني، ما حدش قال لي. انت عارفه يا منى، انت اكتر واحده بحبها في اخواتك والله، انت اجمل واحده فيهم. ها؟ لا انت هتقولي لي برضو. بقول لك ايه، امك دي كانت غاليه عليا، كنا كده سرها معايا وسري معاها كل حاجه. يعني وهي بتفرفر وبتموت قالت عايزه اشوف سيده. قالت لي، جات لي في المنام وقالت لي هو سيده في زيها؟ بس قولي لي انت ايه الحكايه من غير لف ودوران كده؟ ها غراميات وكده قولي لي بس ما تتكسفيش. بس شوفي بقول لك ايه، عندي رز بلبن عسل معمول بلبن حليب ورز درجه اولى يستاهل بقك. تعالى اديك يا ماما. منى تتصلي بمين؟ مش تكح. هي كويس؟ بتصل بيك. ايه خير، في حاجه ولا ايه؟ لا خالص، بس هو انت مش المفروض تستريح؟ لا ما انا بستريح في الشغل، لما بشتغل